تتعدد المناسبات الدينية وتتكرر في الأيام والسنين، وقاسمها المشترك هم أهل البيت عليهم السلام، فدأبت العتبة العباسية المقدسة على أحيائها في كل مرة، وكان آخرها إقامة مهرجان الصديقة الكبرى عليها السلام بذكرى استشهادها، التي أقيمت فعالياته في كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام بابل. هذا المهرجان الذي يتحدث عن استشهاد فاطمة الزهراء عليه السلام، الذي يتفاعل معه طلبة الكلية وأساتيذها على حد سواء في العديد من الفعاليات. تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام بابل، وضمن مشروع فتية الكفيل الوطني مهرجان الصديقة الكبرى عليه السلام الأول في كلية الإمام الكاظم. جاء هذا المهرجان بمناسبة ذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء عليه السلام. الهدف الأساسي من هذا المهرجان هو إحياء ذكرى استشهاد الزهراء عليه السلام داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى تقوية الأواصر وزيادة التواصل مع طلبة الجامعات والأساتذة من خلال مشاركتهم الفاعلة في المهرجان. مهرجان شهد حضورا كبيرا من الأساتذة وفضلاء الحوزة والطلبة في الكلية، وتضمن بحثا استشراقيا عن حياة الزهراء عليه السلام وفقرات شعرية ومسرحية، إلى جانب تكريم الطالبات المرتديات العباءة العراقية وافتتاح المكتبة المركزية للكلية التي تم تهيئتها من قبل ملكات العتبة المقدسة. احنا كمجتمع جامعي، فهاي يعني المناسبات احيائها ضروري، لكي يعني لابسة عباية جديد هاي، فيكون كتحفيز لها اولا، ثانيا تكريم العباءة يعني كرسالة مجتمعية انه هذا زي سيدة النساء من ذاك الزمان الى هذا الزمان. اولا اتقدم بالشكر الجزيل الى عمادة كلية الامام الكاظم عليه السلام اقسام بابل، وثانيا الى العتبة العباسية. لقد كان مهرجانا جميلا بما تضمنه من فعاليات رائعة، فقد كان بحث السيد جميل جدا ومفيد، وكذلك الشعر والمسرحية، وآخرها ختامه مسك. لقد كان هنالك تكريما للأخوات المرتديات للعباءة الزينبية داخل الحرم الجامعي، فأسأل الله أن يكون عند حسن ظن سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. حقيقة لقد بث هذا التكريم في نفوسنا الكثير. يأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة فعاليات شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية التي تقيمها بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العراقية لاستذكار مناسبات أهل البيت عليهم السلام وترسيخ علومهم وحياتهم داخل الوسط الجامعي.